في أي منصة بيع يوجد تحديات. نجاحنا في أي منصة متعلق في مواجهة التحديات التي تفرضها المنصة والعمل على التعامل معها بشكل مهني وصحيح. ابقى معي لآخر الفيديو لتطلع على 5 تحديات التجار على موقع أمازون يواجهونها خلال عملهم على الموقع. لكل من يريد بدء البيع على موقع أمازون يجب أن يعرف الصعوبات والتحديات التي يفرضها الموقع على التاجر. التحدي الأول هو بحث الأسواق. موقع أمازون لا يظهر عدد المرات التي بيع المنتج على عكس مواقع أخرى، فقط من خلال برامج مساعدة يمكننا معرفة عدد المبيعات، برامج مثل جنجل سكاوت أو أمازون فايندر أو يونيكورن سماشر. مرحلة إيجاد المنتج هي من أهم المراحل وقد تستغرق أشهر لإيجاد المنتج المناسب. لا تبخلوا باستعمال أدوات مساعدة لأنها ستبين لكم الكثير من المعطيات التي لن تروها على الموقع وتسهل عليكم إيجاد المنتج، وأغلب الاحتمالات تقلل وقت إيجاد المنتج الملائم لكم. التحدي الثاني هو تعريف صفحة المبيعات. علينا ملائمة صفحة المبيعات للمشترين. في عنوان المنتج علينا تعريف المصطلحات الصحيحة عن المنتج. الوصف يجب أن يكون وافي ودقيق وملائم للغة الجمهور الذي سنسوق له المنتج. الصور يجب أن تكون بجودة عالية. لا تستهتروا في هذه التفاصيل لأنها عوامل مهمة لنجاح مشروعكم على الموقع. التحدي الثالث هو تعريف شحن المنتجات وإدارة المخزون. عند إيجاد منتج ملائم وإنتاجه في مصنع معين عليكم شحن المنتج لمخازن الأمازون، وعليكم التعامل مع شركة شحن معروفة توفر جميع الخدمات اللازمة لإيصال المنتج لمخازن أمازون بسلام دون أي مشاكل خلال شحن المنتج أو الضرائب الأمريكية. أيضا عند وصول المنتج لمخازن الأمازون عليكم مراقبة دخول المنتجات بشكل كامل للمخازن، فهذا التحدي أيضا مهم جدا. التحدي الرابع هو تسويق المنتج على الموقع. عند استقبال المنتجات بالكامل للمخزن عليكم بدء تسويق المنتج على الموقع، إما من خلال برنامج التسويق الداخلي للموقع أمازون أو من خلال تسويق خارجي للموقع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. تذكروا في المراحل الأولى عليكم بذل جهد في عملية التسويق لتقييم صفحة المبيعات الخاصة بكم في أعلى نتائج البحث. ستضطروا باستثمار مبلغ لتسويق المنتج لفترة معينة. عند وصول المنتج في أعلى نتائج البحث ستلاحظوا المبيعات ستحصل بشكل طبيعي دون أي عملية تسويق، وهذا ما أتمناه للجميع. التحدي الخامس هو الريفيوز أو الآراء. عليكم العمل بشكل مستمر للحصول على آراء إيجابية على منتجاتكم. ممنوع الطلب من أقرباء أو أصدقاء أن يكتبوا آراء على صفحة مبيعاتكم. أمازون سيعرف ذلك وهو ليس مغفل وسيحذفها. أمازون شديد جدا بخصوص الريفيوز ولا يقبل أي ريفيو غير شرعي أو مزيف على صفحات المبيعات. يوجد برامج مساعدة للحصول على الريفيوز مثل جامب سنت التابعة لبرنامج جانجل سكاوت. أنا بشكل شخصي أعتبر التحديات نوع من تحفيزات لنجاح مشروعي على موقع أمازون. وسؤالي هو في أي تحدي تواجه أكثر صعوبة؟ اكتب لي بالتعليقات إجابتك وسأحاول مساعدتك. أيضا لا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو. بالنجاح للجميع.